لخبطة كتير بين الناس ومحدش عارف هل في تعويم تاني للجنيه ولا لأ. رعب في الشارع المصري من زيادة الأسعار في حالة تعويم الجنيه، وعشان كده الكل بيسأل ايه المصير الحقيقي للجنيه الفترة الجاية، وهل في تعويم جديد للجنيه، وهل التعويم ده هيبقى في صالحنا ولا ضدنا. السنة اللي فاتت مصر وقعت على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ب 3 مليار دولار، ولو فاكر ان الملف ده اتقفل تبقى غلطان، لان من ضمن شروط القرض اعتماد سعر الصرف المرن للجنيه قدام الدولار. يعني المفروض السوق هو اللي بيحدد سعر الجنيه قدام الدولار، والحكومة او البنك المركزي ما يتدخلوش لدعم الجنيه، وده معناه ان السوق بيبقى هو المتحكم الرئيسي في سعر الجنيه قصاد الدولار، وده بيخلي الناس تسأل على طول هل في تعويم جاي للجنيه ولا لا. والإجابة على السؤال ده صعبة جدا. ليه بقى؟ لان كان في اكتر من توقع لاكتر من مصدر مختلف. يعني عندك مثلا بنك مورجان ستانلي بيقول لك ان في خفض جديد للجنيه في سبتمبر او اكتوبر، وده الوقت اللي غالبا هيحصل فيه المراجعة الاولى لصندوق نقد الدولي. وعشان نفهم الدنيا ماشية ازاي لازم تعرف ان مصر لما اتفقت مع صندوق النقد على قرض 3 مليار دولار كان الاتفاق ان مصر تستلم القرض مش مرة واحدة لكن على شرايح، وقبل كل شريحة صندوق النقد الدولي بيعمل مراجعة، ومن خلال المراجعة دي بيعرف هل مصر نفذت الشروط دي ولا لا، وبناء على ده بياخد قرار هل هتتصرف الشريحة دي ولا لا. اما بخصوص مورجان ستانلي فهو شايف ان احنا ممكن نعمل تخفيض للجنيه في الوقت ده، لكن بنك جولدن مان ساكس بيقول لا مش هيحصل تخفيض للجنيه، عشان لو احنا قللنا من قيمة الجنيه الاسعار هتعلى، واحنا مش عاوزين ده يحصل لان معدلات التضخم عندنا في مصر عالية اصلا. بس في المقابل تأجيل خفض الجنيه ممكن يعمل مشكلة تانية، وهو تنشيط السوق السوداء، وده هيحصل طالما في اختلاف في سعر الدولار في البنك وبين سعره في السوق السوداء. بس لما تيجي نرجع للي نشره موقع مصراوي هتلاقي ان الخبير الاقتصادي المصرفي محمد عبد العال بيرد على البنوك العالمية اللي بتتوقع تعويم الجنيه، بيقول لا ممكن ما يحصلش تعويم. طب ليه؟ وبكل بساطة وحسب وجهة نظره احنا خفضنا الجنيه 3 مرات قبل كده، وده عشان يجيلنا استثمارات اجنبية وتدفقات دولارية، بس ده ما حصلش بالشكل المناسب لغاية دلوقتي، وكده طبعا تعويم الجنيه مش هيبقى مناسب لينا، عشان كده طالب بتأجيل اي خفض جديد في قيمة الجنيه لغاية نهاية مارس 2024 على الاقل. وحسب اللي قاله خفض سعر الجنيه مع نقص تدفقات كافية للدولار في البنك هيتسبب في 3 حاجات. اول حاجة زيادة سعر الدولار في السوق الموازية، وممكن سعره يزيد لمستوى محدش يقدر يتوقعه، ده غير زيادة العجز في موازنة البلد، وكمان ارتفاع الاسعار من جديد، ودي الكلمة اللي الناس دلوقتي بقت تترعب لما تسمعها. طيب هو ايه وضع الدولار وسعره الحقيقي في مصر؟ بص يا سيدي، في البنك سعر الدولار بيسجل تقريبا 30 جنيه و90 قرش، اما في السوق السوداء فحسب تصريح رئيس بنك مصر محمد الاتربي مع عمرو اديب فسعر الدولار في السوق السوداء ما بين 37 ل 38 جنيه. وعلى فكرة رئيس بنك مصر قال ان الدولار متوفر في البلد، بس الأزمة إنه بره القطاع المصرفي، واتفق معاه يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي لما قال إن في حوالي 4 مليار دولار بره البنك. وعشان تبقى عارف البنك خلال 7 سنين خفض وعوم الجنيه 4 مرات، الأولى في نوفمبر 2016 عشان يرتفع سعر الدولار من 8.88 قرش ل 15.77 قرش، وبعدين خدنا هدنا 6 سنين عشان نرجع تاني للتعويم في مارس 2022، وبعدين للمرة الثالثة في اكتوبر 2022، واخر مرة كانت في يناير 2023. وبسبب القرارات دي ارتفع سعر الدولار في البنك من 8.88 قرش في 2016 ل 31 جنيه تقريبا في 2023. وفي الاخر بقى قولوا لنا انتم شايفين ايه اللي هيحصل؟ هل مصر داخلة على تعويم جديد للجنيه ولا الكلام ده مش هيحصل؟ خصوصا ان الرئيس السيسي قال طالما تحريك سعر الجنيه يضر بالمواطن المصري فده مش هيحصل لانه قضية امن قومي. شاركونا في التعليقات.